مرحبا اعزائي المتابعين. في الفيديو هذا باش نشوفوا طريقه صنع اكسسوارات باستخدام عجينه السيراميك. بالنسبه لطريقه تحضير عجينه السيراميك باش نحط لكم رابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش طريقه تحضير عجينه السيراميك في البيت يشوف الفيديو. باش نحتاج الى عجينه سيراميك سواء كانت بيضاء او ملونه، وباش نحتاج الى سبراي ذهبي. ممكن تستعملوا اوراق ذهبيه تباع جاهزه، ما نعرفش اسمها، لكن هي ايضا تستعمل بنفس الطريقه. انا ما عنديش الاوراق هذه، لذلك جاتني فكره استعمال سبراي. اول خطوه قمت بها هو رش سبراي على قطعه من البلاستيك وخليتها تجف. نشوفوا مع بعضنا الفيديو، لكن قبل ذلك ما تنساوش دعم القناه بالضغط على لايك وترك تعليق ونشر الفيديو. بعد ما يجف السبراي على البلاستيك باش ناخذ قطعة من عجينة السيراميك ونقوم بالضغط بهذه الطريقة بحيث نجمع السبراي الجاف في العجينة، ثم نقوم بمزج العجينة مع بقايا السبراي حتى لين نتحصلوا على هذا الشكل من عجينة السيراميك. باش نقوم الآن بخلط القطعتين مع بعض. طريقة نتحصلوا على عجينة بها قطع صغيرة ذهبية اللون تحصلنا عليها من بقايا إسبراي. نقوم الآن بإعادة نفس التجربة أو نفس الخطوة عفوا. نقوم برش إسبراي على قطعة البلاستيك ونخليها تجف، ثم باش نقوم فرد قطعة العجينة هذه على البلاستيك. كما تشوفوا هنا أنا قمت بفرد عجينة السيراميك. الآن باش ناخذ قطعة العجين هذه ونحطها على مكان سبراي الجاف. نقوم بالضغط قليلا في نفس الوقت. كما تلاحظوا هذه العجينة أيضا باش نحطها في مكان آخر يحتوي على سبراي الجاف. باش نحطها ايضا من الجهه الخلفيه بهذه الطريقه. باش نقوم الآن بفرد قليلا العجينة باش تلتصق قطع السبراي الجافة بشكل أفضل. هذا الشكل اللي تحصلت عليه. الآن باش نقوم بقص قطع اللي باش نستعملها في تجهيز الأكسسوارات. طبعا ممكن تستعملوا قوالب خاصة أو قطعات، أو ممكن أيضا تستعملوا القوالب اللي تكون مثل هذه تستعمل في عجينة السكر.
كما تشوفوا هنا انا قمت بتحضير دائرة من العجين، نقوم بتجميل الاطراف باش نقوم بعمل الثقب. بهذا الشكل باش نقوم الان بتركيب هذه القطع او تثبيتها داخل العجين. نترك الآن القطع هذه حتى تجف تماما. عندي هنا أيضا كرة قمت بتحضيرها بنفس الطريقة تقريبا. لما شكلت الكرة هذه شكلتها على البلاستيك بهذا الشكل في المكان اللي موجود فيه سبراي إجراف، تحصلت على هذه النتيجة. باش نخليها أيضا تجف ونشوف شكلها لما تجف. هذا شكل القطعة بعد ما جفت، خليتها تقريبا لمدة أسبوع كامل. باش نقوم الان بوضع طبقة من الورنيش باش نعطي لمعة للقطعة هذه او للاكسسوارات هذه، وفي نفس الوقت باش نحمي السبراي الجاف اللي يكون على سطح العجينة. باش نستعمل الورنيش هذه، طبعا انتم ممكن تستعملوا المناكير الشفافة. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها بعد وضع طبقة من الورنيش. بالنسبة للقطع هذه انتم ممكن تستغلوها بأي طريقة، ممكن انكم تجمعوا مجموعة من القطع بالشكل هذي بحيث تحصلوا على شكل كوليه. طبعا انا باش نقوم بتجميعهم في خيط مع بعض ما عدا الكرة. طبعا ممكن تقوموا بصنع العديد من الاشكال. ان شاء الله في فيديو لاحق نوريكم طريقة صنع فراشة بنفس الطريقة هذي. باش نقوم الان بتثبيتهم على الخيط هذايا ونشوفوا النتيجة. هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد تجميع القطع. طبعا انتم ممكن تستعملوا الاسلاك باش تجمعوا القطع كلها مع بعض. الفكرة هذه ممكن ايضا تستغلوها في صنع تحف واشياء اخرى من العجينة هذه، يعني ممكن تقوموا بصنع العديد من الاشياء. انا حبيت فقط نبسط لكم الفكرة. بالنسبة للحلي هذه كما تلاحظوا هو تقليدي نوعا ما، طبعا مع قبعة صيفية كبيرة الحجم اكيد باش تعطيكم لوك مختلف في فترة الصيف. اتمنى يا رب ان الفكرة نالت اعجابكم. ما تنسيوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق ونشر الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. كانت معكم منى المسلمي.